ان هم مش هيدعموها والجامعه العربيه مش هتتحرك بسرعه. حتى جه الامام يحيى، الامام احمد ابن الامام يحيى اتحرك بالقبائل ونزل على صنعاء واباحها 3 ايام لابناء القبائل كجزاء يعني للحرب، وكسر الثوره في شهر واحد وهرب الفضولي الورتلاني. كان ساعتها حسن البنا مصر رفضت ان هو كان حاجز طيران عشان يسافر، الملك فاروق رفض وفشلت الثوره. وكان هو بعت مصطفى الشكع وعبد الحكيم عابدين، عبد الحكيم عابدين جوز اخته ومصطفى الشكع، عشان يديروا الاذاعه ومشوا بميكروفونات ينادوا القبائل لنزول الثوره، وسموها الثوره المجيده، وكتبوا عنها في الاخوان المسلمين ان عبد الله الوزير الامام الفقيه العادل ما اعرفش حاجات زي كده. المشكله الكبيره فشلت طبعا الثوره اليمنيه، وكان هتبقى زي الامام الخميني كده نزوله، يعني فكر الاخوان بادي من بدايه حسن خيانه انقلاب قتل وقتل بشع بشكل بهذا الشكل. وهرب طبعا فضيل الورتلاني ورجع، لولا ان الملك فاروق تدخل لانه قتلوا الثوار. الحته الخطيره بقى في ثوره اليمن، اسرائيل كانت اكبر خدمه لدوله اسرائيل. اكبر خدمه ليه بقى؟ اسرائيل عندها الاشكناز والسفارديم اللي هو الاشكناز الاوروبيين، فكان اليمن الامام يحيى كان عامل حمايه رهيبه جدا لليهود لانهم كانوا جزء اقتصادي جدا وحرفيين في اليمن، وقال اللي يمس يهودي اكنه بيمس الامام يحيى نفسه. فرفضوا رفضا شديدا السفر الى اسرائيل اللي هيروحوا منطقه حرب. الدوله عشان تستقر عايزه طبقه وسطى، الاشكناز اللي هم الاوروبيين دول الطبقه العليا، الدكاتره والفلاسفه والحكماء ومهندسين واطباء ومحاسبين وكده، فعايزين الحرفيين اليمن رافضين تماما. لما حصل اقتحام صنعاء 150 ألف يهودي يمني ذهبوا لإنشاء دولة إسرائيل وتدعيم دولة إسرائيل، وكان أكبر خدمة لدولة إسرائيل هي ثورة اليمن وإزاحة اليمن. يعني ما قام في حسن البنا في ثورة داخل اليمن أفاد في النهاية إسرائيل بترحيل أكثر من 150 ألف يهودي يمني هم الطبقة الوسطى اللي أقامت دولة إسرائيل حقيقية حتى الآن. هي دولة إسرائيل قامت ب 400 500 ألف واحد، كان من ضمنهم ال 150 ألف يمني دول اللي هم الطبقة الوسطى، لأن اليهود المصريين برضه فجروا حارات اليهود في مصر، وفجروا بنزيون وعدس أكبر تجار يهود، وكان ده أحد الأسباب اللي هجرت اليهود برضه من مصر. جزء منهم راح إسرائيل وجزء منهم راح كندا وأمريكا، ولكن في جزء منهم راح إسرائيل برضه. كان خدمة لإسرائيل تفجير حارات اليهود، تفجير عدس وبنزيون، هذا جزء من التاريخ المهم لفكره الاخوان المسلمين اللي دعمت دوله اسرائيل. معلومات جدا. زين حسن البنا اغتيل. اغتيل بقى بسبب على فكره اليمن اكثر من موضوع النقراشي واحمد ماهر والخزندار وحارات اليهود وكل. هل فعلا من اغتاله من داخل حركه الاخوان المسلمين؟ لا يعني هو طبعا جمال عبد الناصر بعد كده عمل تحقيق وقبض فعلا على الناس اللي هم اغتالوه وخدوا احكام، وبعد كده طلعوا بعدها بعده سنوات. ويعني هل كان الملك له دور ملهوش دور؟ انما كان بعض المحترفين يعني اللي هم نفذوا عمليه القتل وجابوا اسمائهم واتسجنوا في عهد عبد الناصر مجامله للاخوان المسلمين اللي هم بعد كده انقلبوا على عبد الناصر وحاولوا يقتلوه في 54 وبعد كده 65. دور سيد قطب. سيد قطب طبعا هو كان اديب او كان ناقد ادبي فترة طويلة جدا، وهو قال ان انا دخلت الاخوان المسلمين كنت في امريكا، الدولة بعثته لامريكا بعثة، وهو قال ان انا دخلت في الاخوان لان شفت الامريكان وهم بيحتفلوا بموت حسن البنا، وهذا الكلام طبعا عالي تماما عن الصحة. انت لو سألت اصلا اي امريكان دلوقتي مين مصر اصلا ما يعرفش مصر فين. يعني فعشان تسأل عن حسن البنا سنة 48 ان الامريكان كانوا منشغلين بحسن البنا، ده هذا الكلام فارغ. المهم المخابرات البريطانية سنة 41 عملت قسم داخلها للاخوان المسلمين لتوجيههم، وده كانت اتسربت اوراق من الاس 6 اي ام بتاعت المخابرات البريطانيه قريب الفتره اللي فاتت، وعملوا مقدمه عن تاريخ الاخوان وقالوا ان المخابرات البريطانيه سنه 41 عملت قسم خاص بالاخوان المسلمين داخل المخابرات. اسرائيل الموساد رؤوفين شالوم ده عمل اللي هو كان مسؤول الموساد عمل سنه شالوح عمل سنه 48 قسم خاص للاخوان المسلمين في اسرائيل في الموساد. سنة 52 كان بيحتفل كأب روحي للموساد، قال لهم أنا عايز الناس اللي تخرج من القسم ده يكونوا إخوان كاملين ولكن ولائهم لإسرائيل. بوش بقى في السي أي إي قال إيه بوش؟ بوش كان هو ماسك السي أي إي من سنة 77 78 صح، دعوه سنة باحتفال ب 60 سنة على قيام السي أي إي سنة 2007، فهو بيقدم كلمته قال لهم أنا عرفت إن أنتوا عندكم أعضاء
في الإخوان المسلمين أعضاء جوه السي آي إيه. هم وصلوا فين دلوقتي؟ كان يقصد بوش، وطبعا القاعة ضجت بالتصفيق، كان بوش قصده الأعضاء دول وصلوا فين في التنظيم؟ هل فيهم حد وصل مرشد ولا لا؟ يعني معنى الكلام ان الاعضاء اللي موجودين في السي اي اللي هو جوه الاخوان المسلمين، هذه موثقه المعلومه هذه، دي سربت ومطبوعه في كتب الـ هذه الاحداث من 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 انجلترا نفسها، يعني طلعت تقرير سربته في احداث التاريخ بتاع الاخوان المسلمين، وفي حاجه اسمها خليفه الغضب، عملوا حاجه اسمها مشروع خليفه الغضب، انهم مسكوا اوراق حديثه مشفره قعدوا فتره يفكوا في الشفره ان الاخوان المسلمين بيخططوا لايه في الفتره اللي جايه، وده ممكن نتكلم عنه بعد كده. يا ليت والله. فسربوا التاريخ بتاع الاخوان واجهزه المخابرات، وهيخططوا ايه المره الجايه بعد ما فكوا الشفره بتاعه الايه الحوارات دي. فالاخوان المسلمين مخترقين من الموساد الاسرائيلي، مخترقين من المخابرات البريطانيه، مخترقين من السي اي اي، والله اعلم الاعضاء دول وصلوا لغايه فين. طبعا عن طريق التلميح الاقرب للتصريح كان في عندنا الفريق حسام خير الله بتاع المخابرات، كان اشار من سنه ايام قبل حكم مرسي ايام الانتخابات ان في عمليه اسمها الكربون الاسود في امريكا، الكربون الاسود، وكانوا باعتين واحد في قسم الفيزياء في احد الجامعات الامريكيه، كان في نفس القسم اللي فيه محمد مرسي الرئيس المعزول، وانكشفت العمليه. كانوا عايزين يطوروا صاروخ مصري، كانوا عايزين يطوروا الراس بتاع الصاروخ المصري، وكان ساعتها المشير ابو غزاله، ومش عارفين انكشف ازاي ضابط المخابرات عبد القادر ده اللي هو كان عالم فيزياء، وكان لمح الفريق حسام خير الله باشاره اقرب للتصريح الى محمد مرسي. ايا كان هذه الامور يعني اجهزه التحقيق تحقق فيها، ولكن الاختراق امر يقيني بالنسبه لي من اجهزه المخابرات. ونبيل نعيم في الاسبوع اللي طاف اعلن عن المعلومه هذه ايضا اكدها. استاذ سامح، خلينا نروح استقطابك الى داخل الاخوان المسلمين، كيف الخطوه الخطيره السبعينات، السادات، الاخوان برجماتيين او اقول مكيافيلين الى اعلى درجه. السادات كان عنده مشكله مع النصريين واليسار مش قابلين بزعامته. السادات كان عضو اليسار بتاعت المحكمه، محكمه الثوره بتاعت 54 اللي حكمت على عبد القادر عوده وسته من الاخوان، وكان من ضمنهم المرشد حسن خضيبي، وبعد كده خفف الحكم عبد الناصر للمؤبد، والسته خدوا حكم، كان عضو اليسار. جاب واحد اسمه محمد عثمان محافظ اسيوط وقال له شوف لي موضوع الاخوان، انا عايز اواجه بيهم اليسار والشعيب في الجامعه. فمحمد عثمان ده دخل وادار المعركه، دعمهم ماليا بشكل كبير جدا، وجاب عمر التلمساني وطلعهم السجون سنه 74، طلعهم السجون لدرجة ان احد الوقت اللي هو فاروق مقرحي كان ساعتها ملازم صغير، هو دلوقتي على المعاش يعني، قال لي انا كنت مسؤول عمر التلمساني، كانوا خايفين ان هم ينقضوا على سادات يقتلوه، فكان كل واحد متكلف بايه؟ واحد، فكان هو مكلف انه يقعد مركز مع عمر ايه التلمساني، لانه ممكن يقضوا عليه انه حكم. فاللي هو فاروق بيقول لي انا قلت للشيخ عمر التلمساني، قلت له يا شيخ عمر بقى كفايه بقى ارهاب والتنظيم الخاص والحاجات دي، وهدوا بقى اللعب شويه، واحنا عايزين بقى يعني. فعمر التلمساني قال له احنا كلنا عندنا السكر والضغط مكسحين، انت ما تخافش الا من ثلاثه. كان يقصد مصطفى مشهور، مصطفى مشهور وكمال السنانيري ومحمد نسوخي بقنينه، دول اقطاب التنظيم الخاص. كمال السنانيري اتقتل في السجن سنه 81 او يعني مات في السجن ايا كان سبب قتله. مصطفى مشهور من الاحداث الغريبه جدا، طبعا كان مرشد بعد كده، الوحيد اللي هرب من قضيه التحفظ، عرف قبل التحفظ بيوم وكان في المانيا. انقبض ساعتها على 1700 واحد، محدش عرف موضوع التحفظ ده. فوجئوا اتطبع عليهم، الوحيد اللي فلت من قضايا التحفظ سنه 81 وكان قبليها بيومين في المانيا مصطفى مشهور، ودي عليه علامه استفهام كبيره جدا. اتفقوا مع السادات ان هم يديروا المعركه ضد اليسار في الجامعه، رغم ان الاخوان كانوا بيحلوا الموسيقى، وكان حسن بنا عامل مسرح، وكان عمر التلمساني نفسه بيعزف عود، انما راحوا مطلعين موسيقى حرام عشان يواجهوا اليسار في الجامعه، اي حفله موسيقى يكسروا لهم الايه؟ يكسروا لهم، وتعاملوا بعنف شديد جدا داخل الجامعه وبإشارة خضراء من النظام. واستطاعوا ان هم تقريبا يقضوا على اليسار، وطبعا رغم ذلك كان في سنه 74 حادث فنيه عسكريه، اللي طلال الانصاري الله يرحمه اللي مات من سنه قال بشكل واضح ان هو خد اذن من زينب الغزالي بهذا الامر، ان هم يغتالوا السادات سنه 75 في قضيه فنيه عسكريه. وبعد ذلك طبعا حصل 78 حرب كامب ديفيد، ويعني بداوا يعلوا الهجوم ريتم جامد جدا ضد السادات لغايه ما اتقتل سنه 81.
جه حسني مبارك بقى الحته الخطيره جدا من سنه 80 طبعا 81 حسني مبارك حاول يستوعب التيار الاسلامي يعني واقول بلا مبالغه يعني كل ما حدث 117 واحد قتلوا في اسيوط مدير امن اسيوط بما فيه نائب مدير الامن واغتيال السادات واحداث مروعه ومحاوله اقتحام مزبيرو كل ده اللي خد اعدام 5 فقط واللي خدوا مؤبد 35 واحد كان يعني في معاصم عبد الماجد اللي قتل 117 واحد في احداث اسيوط ومعلومات مش سر كان عندهم حوض سباحه في السجن حوض سباحه كلهم بلا استثناء اللي كانوا متجوزين عندهم اولاد مواليد 83 و84 يعني كان في فرص للالتقاء مع العلاقات الحميميه كلهم عندهم اولاد 82 و83 و84 طلعوا بعد كده طلعوا براءه جزء كبير طلع براءه اللي هم كانوا فيهم عمر عبد الرحمن اللي هم قادوا تيار الجماعه الاسلاميه في الصعيد طيب انا سالت احد اللواءات كمساعد وزير داخليه امن دوله قلت له ليه سبتوا الاخوان؟ قال لي احنا ما كناش موافقين دي كانت الاوامر السياسيه كانت واضحه الجماعات الاسلاميه والجهاد المواجهه من دول بيحملوا السلاح قال اخوان المسلمين المتابعه قلت له يا فرحتي المتابعه يعني ايه؟ يعني هيكل هرمي موجود تابعوا سامح سافر جه محمد قاعد مكانه مين ماسك قسم مش عارف كذا كذا متابعه يبقى عنده الهيكل التنظيمي مين راح ومين جه ومين اترقى ومين طلع وتمام على كده والتنظيم عمال يعطل طيب وبعدين في التسعينات؟ قال لي في التسعينات اتغيرت الاستراتيجيه تغيير طفيف انه كان سيطروا على كل النقابات كل الاتحادات الطلابيه النوادي اعضاء التدريس سيطروا على كل مصر فطلع قرار العرقله مش العوده لوراء بس التقدم ببطء يعني هو بيتقدم بخطوات سريعه فعرقله خليه يمشي بايه؟ ببطء مش يتراجع للخلف وبعدين انت عندك تنظيم بتتكلم عن 400 ألف واحد تمسك لي 50 تحطهم في السجن